ناصر هيفرجكوا على صور وهو نونو لحد ما كبر. يلا يا ناصر، يلا ورينا الاول. هو اول ما ناصر اتولد، استنى استنى، اوعى اوعى ايدك ايدك اهو. بصوا ناصر كميل ازاي، ناصر نامي. دي اول ما اتولد. وبعدين يلا ناصر، اول ما اتولد ناصر. وبعدين يلا دي قبل اسبوع، يلا ها اسبوع، دي قبل اسبوع. بصوا كان كميل، بصوا ناصر نامت، ناصر نامت. ناس نامت تمام، هو عشان نايم يبقى تعبان. يلا ورينا ورينا يلا، دي يوم السبوع. نونو ناصر كمان، نونو ناصر الكميل. ده هو وبابي وهو نونو. ايه ده، انت بقى انت ماشي. استنى استنى، حد فاكر الصورة دي كانت امتى؟ الصورة دي اول فيديو ناصر طلع فيه على السوشيال ميديا كان عنده شهر. الفيديو ده كسر الدنيا، من ساعتها وناصر هو مشهور. كان بابا حطه في المطبخ، مش عارفة انتوا فاكرين ولا لا. استنى بس، بص بص، في صور لناصر كتير قوي. انت بعدت قوي يا ناصر، استنى استنى عشان انت بعدت قوي قوي. يعني ناصر، ناصر في السبوع ده، ناصر ونونو. ده ناصر ونونو كميل. استنى استنى نقلب. يلا بصوا، بيبص هنا ازاي. ايه ده ايه ده، خلاص هنا بيتاوب. بصوا استنى يا ناصر، انت بتقلب كتير قوي. احنا بصوا هنا كان بيتاوب وبابا بيقلده وعبد الله بيقلده. بصوا الصورة طلعت جميلة ازاي. يا خلاص استنى استنى، هنا هنا دي كانت اول خروجة لناصر. ان احنا نخرج بيه بقى، اللي هو نفسحه وكده. ده نونا، ده نونا. استنى استنى، الله بصوا ملاك نايم. بصوا ناصر، بصوا ناصر الكميل كمان. هذا نونا نشوف نونا نونا. استنى استنى، يلا نكمل يلا. بصوا بصوا، كانت عينه زرقاء. ناصر بصوا عامل ازاي. خلاص ناصر، القمر ناصر ناصر. هنا دي، هنا كنت عندي جده ورحت وديته الاراضي وصورته هناك. ودي كانت في المحل. بصوا كان كيوت ازاي، كان كيوت كيوت قوي. ناصر حلو هو نونو. ها نونو، هنا اهو الفيديو اللي انا لسه قايله لكم عليه. ودي كان بياخد شاور. استنى يا ناصر، استنى 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 استنى، دي عبد الله ومامي. دي الصفحه دي فاضيه. استنى، دي بقى هو وبابا. وهنا برضو هو وبابي. لا مش في البحر، ده احنا كنا في النادي. دي هنا إله الله. ناصر كان كبر، بيبوسوا بيبوس ناصر. بصوا بيبوس ناصر، الله ناصر هنا كبر شوية. كان كيوت قوي، مش زي ده. هو ده يا جماعة، ده حالا سرسجي. بصوا هنا هنا، ده ناصر هو وبنت خاله توأمه، بينهم أسبوع. زينة زينة، ناصر زينة وناصر. بصوا توأمه. لا مش زينة، لا دي زينة يا عم. ايه اللي مش زين؟ لا يا عم زينة يا عم، زينة وهي نونو. دي زينة ناصر. زينة زينة وهي نونو. دي زينة وناصر نونو. وناصر نونو. استنى بقى نكمل. بصوا بقى كان فاشونيستا. ده بحر، بصوا الجمال. يا خلصي دوبها دوبها. بصوا دوبها كان فاشن، كان لسه ما مشيش. ده كوتشي وبحر، وده كوتشي. ده كوتشي وعند البحر، وبيقول لكم يعني ده لابس كوتشي وقاعد عند البحر. دي هنا بصوا كان قاعد زعلان عشان كان تعبان في الصوره دي، انا فاكره. وكوتشي وناصر، وناصر الجميل. ناصر الجميل، تعالى يلا نقلب. الله بصوا هنا، ناصر كان اول مره يروح بحر. ناصر عمال يبوس نفسه. بصوا كان اول مره يروح بحر. بصوا كان عمال ياكل في الرمل هنا في الصوره دي.
كانش مصدق نفسه يعني. وهنا بقى في البحر نام، نام نينا صح؟ ده ناصر. ناصر اه نام نينا. استنى يا ناصر، استنى يا عم ناصر. بصوا هنا كان جميل ازاي. يلا اقلب، يلا ها اقلب. دي لا انت قلبت كتير قوي. استنى يا ناصر، استنى يا حبيبي. طب استنى استنى استنى. بصوا هنا دي كانت صوره ترند لناصر. دي دي مامي عبد الله وكوتشي. لا الصوره دي بقى اللي هي الثانيه دي، انا مش عايزه اجيب صورتي. كانت ناصر فيها، كان اول لقاء لي في التلفزيون في صدى البلد. ده ناصر كنت انا مخرجاه وبعمله الحركه دي فقلدني فيها. يلا ده ايه ناصر؟ ما كانش لسه برضه ماشي. اوعى يا ناصر طيب عشان هم يشوفوك. دي ناصر جميل. ناصر نونو. ناصر اه ناصر نونو جميل. دي عبد الله. اه كنا في اسكندريه بس مش عايزين نظهر الصور دي. دي ده كان ناصر قرب يتم سنه. ناصر عبد الله. ناصر وعبد الله. اه وهنا برضو ناصر وعبد الله. بيبص بيبصني، بيبص في الصور. بس كده خلص، خلص الالبوم ولا اه؟ هنا في اهو ناصر بقى وهو دلوقتي يا جماعه كده. ناصر كبر. عبد الله بحر. ناصر كبر، كان في شرم الشيخ. ناصر عبد الله في البحر. بس كده دي مراحل ناصر. قولوا لنا بقى ايه اكتر صور حبيتوها في الالبوم وهو صغير ولا هو كبير ولا ايه؟ مامي وعبد الله. اه كده خلاص الالبوم خلص. آه. لا خلص خلاص، خلصنا يا عم والنعمة. خلص يا عم خلاص اهو خد. هو كده خلاص الالبوم خلص. و بصوا بقى يا جماعة، انا عايزة حاجة منكم دلوقتي. دلوقتي احنا اليوتيوب بتاعنا بيزيد وناصر عنده عند بابا داخل على 700,000 على اليوتيوب، وعلى تيك توك 1,000,000، مش معقول انستجرام 1,300 بس. يعني هو كل ده على كل ابليكيشن معدي 1,000,000، على الانستجرام 1,300. يرضيكوا كده؟ لا ما يرضيكوش طبعا. المهم ان انتوا ايه، تدخلوا على الفيديو، هتلاقوا في الوصف في الانستجرام بتاع ناصر، ادخلوا اعملوا له فولو وقولوا لي احنا جايين من عندي، من عندك على اليوتيوب. وهتلاقوا كل الصور الحلوه لناصر، وبنزل كل صوره على طول على طول على طول كده. اي صور حلوه بصورها ليه بنزلها له. وهيبقى في مسابقه حلوه قوي قوي يعني، وهتعجبكم جدا، هنعملها قريب قوي على الانستجرام. فعلشان كده بنقول لكم لازم تتابعوا الانستا بتاع ناصر. يلا ادخلوا اعملوا فولو واعملوا لي كومنتات هناك، وقولوا احنا جايين من اليوتيوب، وانا هعرف الناس اللي جات لي من اليوتيوب. تمام يا جماعه. وعلى فكره في بيج برضو على الفيسبوك اسمها عبد الله ناصر بتاع الايس كريم. لو بحثتوا عنها هتظهر لكم على طول. اعملوا لايك. والناس اللي مش عامله اشتراك للقناه تعمل اشتراك وتفعل الجرس، عشان الفتره الجايه بقى خلاص في نظام تاني خالص. احنا عدينا 10,000، فهنعمل بقى فيديوهات احلى واحلى واحلى، وهنجيب لعب كتير قوي لناصر. العاب بقى ذكاء وحاجات بجد بجد هتفيدكم، وهتفيد اولادكم، وهتفيدكم ان انتوا تتعاملوا معاهم او تلهوهم عن اي حاجه وحشه او عن اي عياط بالالعاب دي. ما تنسوش بقى ان انتوا تعملوا اشتراك هنا، وتفعلوا الجرس ولايك، وتعملوا فولو لناصر على الانستجرام. باي باي. يلا يا ناصر باي باي. دي طب قول لهم باي، قول لهم باي. تعال شوف بيوصف لكم الالبوم زي ما احنا كنا بنعمل حالا. طيب انا هروح بقى اشوف هو بيعمل ايه. بصوا يلا باي.